الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، نبدأ بهذه الآيات أولا تفسيرا ثم آيات الأحكام، وأنها أيضا في آيات الأحكام يعني بلغنا مبلغا إن شاء الله عندما ننتهي منه كما قلت فيتكامل لنا الجزء الذي على علينا أن يعني أن ندرسه على الأقل فيه ما يخص القرآن التفسير وآيات الأحكام وعلوم القرآن. ولله الحمد والمنة كل ذلك يعني قد فتحه الله لنا، كل هذا فتحه الله لنا بفضل الله لفعله. انتهينا من علوم القرآن، بقي لنا فقط أسرار البلاغة في القرآن، ووعدنا به أن يكون مع آيات الأحكام، فقلنا يعني البلاغة أفضل أن تنفرد، ولأن هذا فيه حلو التذوق عند القراءة، حلو التذوق للقرآن عند القراءة. الآيات: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وما اشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها الذين آمنوا، هنا نداء، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه رضاه: إذا سمعت الله ينادي، إذا سمعت النداء فعليك أن ترعاها سمعك، فخير تفعله أو شر تصرف عنه. وأيضا لابد أن تفهم أن الله لا ينادي أهل الإيمان إلا 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 إذا أعقبه بحكم أو أعقبه بتوابع. لابد أن تعلم أن الله تعالى أراد من ذلك أن يقول لك، والله تعالى أعلم وأعلم، أن علامات الإيمان تطبيق ما جاء من الرحمن في القرآن. يعني يا أيها الذين آمنوا، من علامات إيمانكم أن تأكلوا من الطيبات لا من المحرمات، كلوا من طيبات ما رزقناكم. وأيضا في قوله كلوا من طيبات ما رزقناكم قيد يخرج كل ما لم يكن طيبا، يعني ما كان خبيثا، وهذا يوافق قول الله تعالى عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لذلك نحن نقول كل طيب حلال وكل خبيث حرام. فإذا قالوا الدخان على ما تكلموا فيه في هذه العصور وهذه الأونات، حتى بعضهم يتبجح ويقول بأن الدخان لا, 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 لا يفطر، فنقول لهم الآن يعني الدخان الناس جميعا يضعونه في أي مواضع، يضعونه في أي مواضع، هذا الذي نريد أن نعلمه، يضعونه في أي مواضع، يضعونه في الطيبات أم في 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 المحرمات الخبيثة. ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه رضاه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الناس كلوا من طيبات من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يا أيها الناس كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. وروى أيضا الترمذي من حديث فضيل بن المرزوق: ولما امتن الله تعالى عليهم برزقه وأرشدهم إلى الأكل من الطيبات ذكر أن لم يحرم عليهم إلا الميتة التي هي حرام صرف. الغرض المقصود هنا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ومن طيبات ما رزقناكم. ففيها أمران: الأمر الأول حلية أكل كل طيب، فكل طيب حلال وكل خبيث حرام. قال الشافعي: الطيب هو ما استطابته العرب، والخبيث ما استخبثته العرب. والعرب كانت تأكل الضبع، والضبع طيب ليس خبيثا، مع أنه العجيب أنك لو وجدت في الظاهر، لو وجدت الطيبات الطيب، لو وجدت الضبع يأكل الجيف وينازع الأزد على 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 الصيد، فكيف يؤكل؟ العرب كانت تأكله، وقد قال جابر وغيره كانوا يرون العرب يأكلون الضبع على الصفا،
يذبحونه ويأكلونه على 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 الصفا. بقي يعني حفظ النفس من الدخان يهلك، هذا هو، ولذلك هو مستخبث. نعم صحيح، أقول العرب تأكل وعنده ناب، والعرب لا يفوتها ذلك. فلذلك الشافعي قال ليس كل ناب محرم، يعني قول النبي أنه نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، قال ليس كل ناب السباع محرم. أن الناب الذي يعدو به، الناب الذي يعدو به كالفهد كالنمر كالأسد، الناب الذي يعدو به، أما ناب الضبع هو لا يعدو به، هو يأكل فقط. وتراه هل تراه يصيد صيدا أم يترك الأسد يصيدون ثم يجتمعون جميعا على ذلك؟ فالحق أن الضبع في أغلب حاله أنه حلال، لأن نابه لا يعدو به، لذلك فهو حلال. القرش كده، وسمك القرش عشان الرواية العامة. نعم، وأيضا الثعلب حلال. الثعلب حلال عند الشافعية. القرد لا، القرد نابه يعدو به. وأيضا الذئب لا، إن الذئب يعدو بنابه. نعم، فلذلك الطيب ما استطابته العرب، وإياك مس محمد، والطيب ما استطابته العرب، والخبيث ما استخبثته العرب. بهذا فيكون هذا ضابط. وعندنا أيضا الخبيث والطيب، الطيب يستطيب البدن به، والخبيث يستخبث به البدن، فتأتيه ما تأتيه من الأوجاع والأمراض وغير ذلك. فهنا أكل الذئب يبتلى به المرء بالأوجاع. الدخان قال العلماء الدخان فيه سرطان الرئة، صحيح، والدخان أيضا فيه سرطان الكبد، ففيه أمراض جمة تأتي على الإنسان، فيه أمراض جمة تأتي على الإنسان. لذلك هنا الله تعالى قال من طيبات ما رزقناكم. وهذه المسألة الثانية، وهو أن المرء لابد أن يستيقن أن الرزق من الله جل وعلا. وأحبك الله تحتنا فيه أخي الكريم، وأحبك الله يا محمد فتحي. فأقول أن الرزق من الله جل وعلا، وليس للعبد أن يملك رزقه، ما له إلا أن يملك أن يأخذ بالسبب، ولكن الرزق بيد الله جل وعلا. قاله في السماء رزقكم وما توعدون، وقال الله تعالى وإن من شيء، قال الله تعالى من شيء عندنا خزائنه وننزل له بقدر معلوم، وقال الله جل في علاه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما أرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. لذلك قال واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. والشكر لله جل في علاه طريق الحق. ماذا تريد طريق الحق؟ تريد أن ضابط ما استطابته العرب هو ضابط صحيح؟ نعم، الضابط الذي ضبطه الشافعي، قال أن القرآن نزل بهم والأحكام نزلت عليهم، فالطيب ما استطابته العرب، والخبيث ما استخبثته العرب. رضي الله عنك طريق الحق، ما أراك من زمن ولا أسمع لك خبرا، رضي الله عنك وثبتك، ونسأل الله أن ينفع بك الأمة الإسلامية. قال واشكر الله، والشكر نصف الدين، كما قال علي بن أبي طالب الدين نصفان، نصف صبر ونصف شكر. وقد قال الله تعالى بين الفضل الشكر، قال اعملوا آل داود شكرا، والشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجنان. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي وقال أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب، يدي ولساني والضمير المحجبة. الجمل أو ناب لا يعدو بها، محمد عبد الجواد ممتاز. يدي ولساني والضمير المحجبة. وأيضا قال الله تعالى مادحا أنبياءه إنه كان عبدا شكورا، وقال شاكرا لأنعمه. ولذلك يحب الله من العبد أن يكون شاكرا، لأنه يقر من عائم الله جل في علاه، شكره يقر من عائم الله جل في علاه. قال إنما شوفونا بعدما حل الطيبات، قال وما سيأتي من المحرمات والمستخبث. قال إنما وهنا إنما أسلوب حصر وقصر، ولكن صحيح أنه ما أراد ذلك، رضي الله عنك سألت الجبل أحسن الله عليك. قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وما أهل به لغير الله،
رضي الله عنه. اللهم امين يا رب، اللهم امين يا رب العالمين، اللهم امين. جزاك الله خيرا يا اللؤلؤ. قال: انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به او ما اهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه. قال: انما حرم عليكم الميتة والدم، والميتة محرمة لانها نجسة تحتاج يحتبس فيها الدم، وايضا الدم قالوا بانه محرم لانه نجس، والنبي حرم ثمن الدم ايضا، لكن الدم هذا المحرم هو الدم المسفوح، هو مقيد بقوله قل لا اجد فيما اوحي عليها محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه فسق او رجسا اهل غير الله به. ولحم الخنزير متفق على نجاسته كما قال النبي، كما قال الله تعالى: رجس انه رجس. وما أهل لغير الله هي التي يذكر فيها غير اسم الله الذي فعلها. والميتة تنزل تحتها الموقوضة المترضية والنطيحة كما وصفهم الله تعالى في سورة الميتة. ويخص من هذه ميتة البحر: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماءه والحل ميتته. وقد قال: وحلت لنا ميتتان ودمان. الميتتان الحوت والجراد، والدمان الكبد والطحال. نعم. ولام الميتة وبيض الميتة نجس، كل ما اتصل بالنجس فهو نجس لأنه جزء منها، وما كان جزء منها يأخذ حكمها. قال مالك في رواية: هو طاهر إلا أنه ينجس بالمجاورة. وكذلك أنفحة الميتة فيها الخلاف، المشهور عندهم أنها نجسة، وقد أوردوا يعني على أنفسهم أكل الصحابة من جب المجوس. فقال القرطبي: تفسير هنا يخالط اللبن منها يسير ويعفى عن قيد النجاسة إذا خالط الكثير من الماء. وقد روى ابن ماجه من حديث سيف بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه وأرضاه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء، قال: الحلال ما أحل الله في كتابي، والحرام ما حرم الله في كتابي، ما سكت عنه فهو عفو لكم. وكذلك حرم عليهم لحم الخنزير سواء ذكي أم لم يذك، هو أصلا نجس على الحياة، فكيف بمفارقة الحياة؟ ومهل لغير الله الذي ذبح على الأنصاب للأصنام وهم يكذبون يقولون هذا الله وهذا لزعمائهم وليهم يقول هذا له هذا لهم. نعم. ولذلك قال الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، أي في غير بغي ولا عدوان، فإن فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وهنا تأكيد في قول لا إثم عليه، تأكيد إن الله غفور رحيم على أساس أن الله غفر، وإذا غفر فلا يعاود المرء، لا يجوز له أن يعاود أحدا يعيره بذنب وهو بهذا الذنب يعيره به ويكون قد تاب منه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حج آدم موسى. لو قال أنت موسى بني إسرائيل، خصك الله برسالته وكلامه أخرجتنا نفسك من الجنة، فقال: أتلومني عشان قد كتب الله علي من قبل أن أخذ السماوات والأرض 50,000 سنة؟ قال: لا، فكانت الحجة لآدم عليه السلام. ولا يجوز بحال الأحوال تعيير المرء على معصيته يقع فيه. الفوائد المستنبطة: الحلال ما حله الله، والحرام ما حرمه الله جل في علاه. العمل بسد الذرائع: قالوا إذا كان السفر معصية فلا يجوز الترخص، وما يقول من ذلك لأنه قال غير باغ ولا عاد، غير باغ في الطعام ولا عاد في الشراب. وسفر المعصية يبيح أيضا الرخصة لأنها من تمام إحسان الله جل في علاه العباد. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.